هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير. النهارده الفيديو ده عاملاه علشان الكومنتس الحلو ده. طبعا انا كنت عامله امبارح فيديو قلت اذا وجدت الاخلاق صلاح حال الدنيا. النهارده حد رد عليا قالت اذا وجد حد محترم زيك وبشوش يبقى الدنيا لسه بخير. قد ايه الكومنتس قمر جدا، قد ايه يعني الحاجات دي بتأثر يعني إيجابي جدا في نفسية أي حد لما حد يبعت له حاجة حلوة زي كده. طبعا ده غير إن يعني ناس كتير بتبعت لي على الخاص قد إيه أنتي روحك جميلة. بس بجد والله يعني أنا مش عايزة أقول لكم إن الحاجات دي بتحسسني إن فعلا ربنا راضي عني، إن الناس شايفاني بصورة حلوة قوي كده، إن ربنا راضي عني. كتير قوي لما بنعمل فيديوهات وبنوعي وبنقول حاجات جديدة وبنحاول نوعي الناس، على فكرة احنا برضو بنقع زي الناس التانية. يعني انا شخصيا بقع من نفسي، طاقتي بتخلص، ببقى محتاجة حاجة حلوة زي كده تديني شوية طاقة علشان اقدر اكمل. وده بينبهني لحاجة تانية قوي، ان الرزق ساعات بيكون في حب الناس. يعني لما الناس كده تشوفك لأول مرة وتحبك من غير ما هم يتعاملوا معاكي، يعني مش فيس تو فيس كده، لأ، يعني مجرد ان هم بيشوفوكي من خلال شاشة التليفون وحب الناس ليكي يبقى موجود. تخيلوا دي حاجة حلوة قد ايه. تخيلوا ممكن يكون رزق الواحد في حاجة حلوة قوي قد ايه زي دي. بجد انا مبسوطة قوي، بجد بجد مبسوطة جدا. ميرسي جدا يا هلا، وميرسي جدا لأي حد بيبعتلي بيقولي قد ايه انتي روحك جميلة. ميرسي على الطاقة الإيجابية اللي انتوا بتدوهاني في حياتي، اللي انتوا بتخلوني كده يعني أكمل، يعني أكمل وأكمل وأكمل وأبقى أحسن وأحسن وأحسن. بجد شكرا شكرا شكرا. ربنا يقدرني أكون يعني داعم ليكو وأقدر أوعيكو وأفيدكو بحاجات جديدة إن شاء الله، بإذن الله تكون تفكوا في حياتكم إن شاء الله. بجد مبسوطة جدا جدا جدا، وشكرا لكل حد كل حد إداني طاقة إيجابية في حياتي.